أشعركم جميعا، لو كان الأمر بيدي لأمرت بتعيين كل أصحاب المشاريع في إعلان عين شمس في كل القنوات المصرية. نحن في احتياج إلى هذه العقول النيرة، نحن في احتياج إلى هذه العقول المبدعة، نحن في احتياج إلى تجديد دماء الإعلام المصري. تنطلق في هذا العالم من التفاؤل، عندكم فرص للنجاح وللتطوير وللتفوق. إن شاء الله نشوفكم منورين كل الشاشات وكل الإذاعات وكل الصحافة المصرية. يعني شخصيا يعني اصوات ياما سمعناها واصوات عذبه وجميله، يا رب ما نتحرم منها ابدا. الكوكبه الجميله اللي شرفتنا دي النهارده وقطعت من وقتها، انا بتقدم ليها كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام. اساتذه عظام شباب يعني ادونا امل وادوا لاولادنا امل كبير. ولادي المشروعات اللي انتوا قدمتوها واللي شفتها في البرومو، وده مش جديد حقيقي، انا كنت شفت قبل كده وحضرت كذا مره مشروعات التخرج، ده مش جديد على قسم الاعلام ابدا، فده العادي بتاعكم. واتمنى لكم جميعا كلكم التوفيق ان شاء الله والمستقبل الباهر. وبشكر الكوكبه الجميله الاعلاميه اللي شرفتنا النهارده وقطعوا من وقتهم الثمين، فعظيم من الامتنان وعظيم الشكر لحضراتكم. ميرسي جدا، ميرسي قسم الاعلام، ميرسي طلبه كليه الاعلام، شكرا.